عافيه لالا ملكه، كي تبارك الله عليك مازال صغيره وزوينه وعاطيه العين، ما كتفكري زعما تزوجي من بعد سي حميدو؟ نقول لك السي مصطفى، انا عمر هاد الهضره ما طاحت ليا في البال، ولكن الى لقيت الراجل اللي يليق بيا ويستهني علاش لا. وعندك شي مواصفات محدده ولا شي حاجه بحال هكا؟ الله يهديك، المواصفات تطلبهم البنات الصغار، وانا مرا بعقلي يكون غير راجل نيته صافيه وتوكل على الله. إيه يكون راجل، ولكن خاصو يكون عنده شويه ديال طموح الدنيا ولا لا؟ ماشي ولا بد، الحمد لله الفيلا كاينه، الطوموبيل كاينه، والمشروع فاش نعيش انا وياه حتى هو كاين حطيشه الخير. زعما يكون غير راجل واللي يكون في كتافي، هذا هو المطلوب. وهي قلت لك لالا ملكه باللي الراجل بهذه المواصفات موجود وكاين، كيشبه لي وتقريبا بحالي فوتوكوبي، تقولي ايه؟ ويلا كان على سنة الله ورسوله. مرحبا. مزيانة لالا ملكة. ويلا قلت لك واحد القضية، نهضر معاه غدا يجي يخطب. الله يسي مصطفى، من على الزربة، راه لا زربة على صلاح، تشاور معاه ابدا، عذرت عليا الخبار. راه كنعرفو مزيان وفيه هاد المواصفات كاملة اللي باغا انت. سي مصطفى، هاد البرد غادي يكون برد، مشي جيب شي واحد سخون باش ندوزو هاد الكعيكات. الكعيكات علامة الرضا. هو جاع وتاني، هو جاع جيبوا اتاي في صواني، هو جاع هو زين جماعة، هو جاع هو قيد رباعة، هو جاع هذا شكون بحالو، هو جاع مزين حماق وهبالو، هو جاع ضحكة وسمعها وضحك عليها، الله الله عليها، يا دق دق القعدة برجليك يا وريني حنت يديك، يا دق دق القعدة برجليك يا وريني حنت يديك. اش هذا يا هذا، خليك ديما وفرحنا، ديما خالق السعادة ومعاك شحال ضحكنا، اش هذا يا هذا، خليك ديما وفرحنا، ومعاك شحال ضحكنا، يا دق دق القعدة برجليك. هاي 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 على الراجل. فين غادي بات انتيكا كلها؟ غادي لك اللي كان با الحاج، فيها شي مشكل؟ لا ما بان ليش غادي تطلع على با الحاج، بان لي غادي تطلع على الفرمليه اللي مقابله با الحاج. الفنون الجميلة، الله يهديك عليا. انت راه كتعرفي با الحاج عزيز عليه الانقه ياك سيدي. وتسناني حتى انا نمشي لبدل حوايجي ونمشي نطلع على با الحاج. لا 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 لا، ما غاديش تمشي. وعلاش؟ انت با الحاج ما عندوش معاك، ياك عقلتي داك النهار ملي مشيتي معايا طلع لي الطنس وطاح لي السكر وكتقول عليا خرجي با الحاج ما تمشيش. ايوا شنو؟ اش بغيت ندير؟ ايه وانت انا بغيت نخرج شويه نبدل الجو، تخنقت في هذا الدار. ايه ما كاين مشكل، ملي غادي نجي من الكلينيك عند با الحاج ديك الساعه غادي نديك تفوجي ونترى السير الفردوس عارض عندنا العشاء. باش من المناسبه؟ قال لك على لا داير شي حفله فيها شي قمت شي دكتوره وداك الشيء ديال علم الاجتماع. قولي هذا الشيء علاش عزيزين عليه الاجتماعات؟ ونفهم واحد جوج ثلاثه يسخن عليه راسو ويمشي يدير اجتماع مع السنديك. شتي الحبيبه ديالي، راه الكمال لله سبحان الله العظيم، داك الشيء اللي ناقصك في القرايه زادوا لك الله في الجمال ديالك. دابا واش شكرتيني ولا خشيتي الهضره؟ شكرتك الزين ديالي. لا لا خطك عليا، انا عرفت راسي دايا سيد الرجال. شتي هذاك الحاج الفردوسي واخد كاع الدكتوره، طوموبيلته يا ما دفعتيهاش ما ديماريش، وانت غير في نيفو باك طوموبيلتك ساويه برطله. واش دابا انت شكرتيني ولا خشيتي لي الهضره؟ حاشا 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 حاشا، يا الكتكوت يا الفنكوش يا الكوتي كيكتا، ويري على قرب منو، ويري على قرب منو. سيدي عبد الجليل، هذاك الفرماج حطو بيناتنا، ما تبقاش ديه لك بوحدك. لاك اخويا هما جوج فرماجات، وحده دابا وحده في العشاء من مور الماكله. الفرماج كتعطي ليه في لوردونونس. حتى هي تاخويا، هي تاخويا توحش تخدمتي توحد الفرماسي ديالي مخليها خاويه وتابعك هنايا. عافاك اخويا طلقنا الفرجه نتزوج بهذيك معها. صافي الله يجعل شي بركه، غادي نبقاو هنا حتى نتفرجوا شي فرشه عالميه. شتي هاد الخفه اللي فيك وهاد الرعيده هادي هي اللي غادي تجيب لي انا سيس دوس. راه كدير لي الخوف. سي محسن ندير لك الشيبه في الكاس. بغيتيني ديما نفكرك سميره؟ لا 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 ما تفكرنيش، انا عاقله. ها انت دابا انا في الحقيقه انا ماشي اختك،
كاع، ولكن زعما قدام العائله ديال ما غنديرو فيها بحال الا انا اختك. صافي فهمت. خمساتك كي تضرب فحال هكا راه اش من خوك اش كتخمسي فيه؟ كاين صات طلقه دوك العينين. صباح الخير يا وجوه الخير. صباح الخير سي مصطفى. شوفوا الناس كيفاش صابحين ضاحكين. صباح النور ولدي ابو حسين. بغيت نفتح معاك واحد الموضوع. هاك افتح بعدا واحد الطرف ديال الخبز ودهنوا بالزبده بحال عويدك عاد نسمعوا الموضوع ديالك. لا 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 ولدي انا فاطر. فين فطرتي؟ في الفيلا. قلت لك ما تبقاش تمشي تلعب تماك، جلس معنا شويه. شوف مع من كتخليني؟ مع واحد مرعود وحده ما عرفتش اش كتفطر بالقبص. راه معاك انت سي مصطفى كنحس بالامان. اولدي محسن بغيت نتزوج بملكه متمعه. هادشي اللي طلع. او سو كيوت سو كيوت. حتى هما كندورها في دماغي. هذا هو اللي كيحسك بالامان. هذا غادي يحسك بالبرد ديال سويسرا ان شاء الله. لا راه عجلين غنمشيو حتى لسويسرا. لا غنمشيو للحبس حتى هو فيه البرد. سي مصطفى واش عارف اش كتقول ولا غير داوي؟ كيفاش غادي تزوج بملكه انت وهذيك المراه اللي جبتينا؟ راكم مزوجين وانتم والدينا، كي غادي دير لها؟ اشرح ليا دابا. غنقول لهم عندي الموافقه وبغيت تزيد الثانيه وغنمشيو للحبس. لا ومن غادي تجبد لها كارت ناسيونال غادي يشوفوا الكنيه ديالك ماشي بحال كنياتنا. يعني ما انت با ما حنا ولادك. اخويا شغلك هذا؟ واش انا ضبطيني دخلت معاك في هذا البريك اللي ما مصور من والو؟ وديك ملكه راه غادي نقول لها الحقيقه غتكبر في عينيها وغنعاودو نمشيو للحبس. فكرت عليا انا العج وتبغينا نتكرفصاني على كبري. السيده غتعطيني الفيلا وغتعطيني الطوموبيل. السيده المواصفات اللي كتقلب عليهم فيا عشقتها اخويا محسن عشقتها. انت عشقتي فلوسها اسيدي كلها ينش على كبالته. ولا ملكه غادي نتزوجها غادي نتزوجها وغدا ان شاء الله من الخطبه غنقول لها الحقيقه وغنمشي للحبس. زوينه سير مصطفى لعنه الله وعليك ثلاثه المرات من امور الماكله لمده 5 ايام مشينا فيها فراسكو مشينا للحبس الحمد لله. ولكن الا جينا للحقيقه راه خالتي ملكه غادي تجي مع السي مصطفى حسن بزاف من خالتي السعديه. ياك خويا السي محسن. خويا السي محسن بغيت نهضر معاك واحد الكلمه. تاج غادي نهضر معاك. قلت لك فين غادي؟ باغي نهضر معاها. نهضر معاها بلاصتك اخويا. لانك نعرف هذا النوع. كيفاش تعرف هذا النوع؟ واش انت كدار مع السي محمد؟ ريح النهار. لا لا ما قدرناش نديروه في مصطفى اجي نجربوه في هذه المراه هذه. راه مره بالي تقاد ليها انت معاك. قتلني. تمام ما تخافش. الشيطان الشيطان. لا لا ما غاديش. شوف مسوق فيك الشيطان. ما غاديش نخاف. ما نخليش لا مارا. نفس نفس نفس. كل فرماج. انا غادي ناكل هذه. ليلى. بنيتي الله يرضي عليك واحد الكاس ديالها تا يكون شمالي. سي حميدو شحال في الساعه الا جات على خاطرك؟ هادي الحنوشه بنيتي. اتاي داخل في المنيو ديال الفطور والفطور كيسالم على 10:30. تبغي قهيوه هي اللي مسموح بها بين الوقات. واخا هي الاولى. سي حميدو ارى انك ستتلقى رزقا وفيرا قريبا وليس بعيدا. انت شوف حتى انا ارى انك الى بقيت بهذا الخريف غادي نجري لك من الخدمه قريبا ليس ببعيد. ولا هو سيدي حميد ولا هو انت راك عارفني انا كنجري على يتيمه وانا ما طالبه حتى شي حاجه. انايا بغيت غير منك شي افونس من داك الرزق الوفير اللي غيجيك وصافي. قول ليها شحال اليوم في الشهر؟ اليوم 20. ايوا ما ديرهاش مني قلت الصواب وسمحي لي بزاف. دابا حنا الخلاص اللي جرى داخلنا في المنيو ديال الشهر ودابا راه الشهر قريب باقي ليه 10 ايام. ليلى جبت لك حميده. ايوا شوف الله يرضي عليك جيتي في الوقت ديالك. سير خرجي الطوموبيل ديالتي من الكراج. سي حميد وراه الصدر شدني واحد الكلاكاج من كتافي حتى رجليا ما قد لا نسوق لا نشد الفولوم لا ندير السينيال لا نفراني. ما عرفتش كدير لك كتصبر عليك انت وهاد قارئات الفيجان. الا خسر الكار بدل الشيفور ومزيان. صباح زين هذا. مالي الزين حدانا وما عنده كانا. انا خاصني الفلوس. السي حميد مابغاش كاع يعطيني افونس. سبحان الله العظيم بحال عن الله باللي راكي واقفه على الفلوس. داكشي علاش جبت لك واحد البريكول فاعل تارك وما بغيتش نمشي مع السي حميد ونتسخر له غير باش نقول لك. شنو هذا البريكول؟ انا جبت واحد التنقنيقه باللي السي الفردوسي يدير واحد الحفيله وباغي يطبخها وتسربي وقلت ما غنلقاش ما احسن منك انت. ولكن انا خدامه عند عائله السي بولفاف ما جاتش نخدم عند شي عائله اخرى. لا لا ما تصلحش اويلي. ما انت وقفتي على الفلوس عقل عليك ولد بولفاف؟ الصراحه ما عقل عليا حتى واحد. قولي
هاد البلا يكون شحال فيه؟ فيه الخير والبركة وليدني. صبعي تما حيد عليا صبعك من رزقي. جليل بزاف هادشي اللي كدير فيه دوم اختي ليا دماغي بالمشي ونجي في الاخر ما كاين حتى شي حل. لا خويا هو نهربو نباتو ما نصبحو خويا ومعها اللي خلق معها خلق معها اخرى. انا اصلا كنعرف واحد جوج مهات الله يعمرها داروا غزالات الا بغيتي نجوجهم ليك بجوج. لا خويا انا كنعرف معها وحده كنبغيها كنموت عليها كنتسطاليها. سي خويا واخا نطلبك واحد الطلب واخا تقدر ما تبقاش تقول هاد الهضره قدامي كتشرحني شي انا كنشرح. سميرة واش حنا مسالين دابا لهاد الهضره هادي؟ اسمع خويا غادي نعيطو لمصطفى وغادي نجلسو ونهضرو معاه بالعقل وغادي نقول ليه غتحيد هاد الفكره من راسك وصافي. مصطفى راجل خالتي كنعرفو مزيان هو ملي تزاد هو طماع. دابا مشات قالت ليه المراه غادي نكتب لك الدار والطوموبيل عيني غتلقاهم دابا ولاو قد هكا. قلت لك اخويا قلت لك اخويا نهار الاول بلاش من هاد الفيلم خرجتي عليا باغي تصيفطني للحبس عباد الله وتغصبني في شبابي. انا مازال ما شفت ما تشوفت اختي واش عباد الله غادي نموت. المراه الوحيده اللي كنت كنشوف هي نعيمه. سي خويا سي خويا نقدر نسولك واحد السؤال؟ دابا لينا افتريت فرادا زعما تشدينا الله يستر نقدر نبقى نجي نزورك في حبس الرجاله مره ولا لا؟ عطينا خويا عشان نحبها. انا باغي نمشي اوفر دوز. انا على ود هذه ما بغيتش. السلام عليكم. اجا امنا الارض تسمعي الخبار. سي مصطفى باغي تزوج بملكه. باركم سعود بحال نجبد العده ديال تنكافت عرفتي حدي واحد البليو كي غايجي في وجه ملكه يسطي العشيره. الساطة انا هضر معاك بلوكت كتفهمي شنو كيقول ولا غير كيتصنطي؟ قال لك مصطفى غادي يتزوج يعني حنا غادي نتورقوا نقدروا نمشيو للحبس البيدونسي فهمتي؟ سمعوا العشرة ايه القضية اللي وصلت للبوليس وفيها الحبس انا ننكركم نقول لهم شربوني سكران تقلبت خطفوني جابوني لهنا. نسولك انت كانت تخطفي فايتة مخطوفة انتوما ما بقات معكم فراجة. ناري 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 شنو؟ طلع معايا البرد الحبس مؤبد اخويا. هنيئا لكم هنيئا لكم. أمدرة قديتي الحساب؟ صافي يكون هاني قديت كلشي حتى من لاله فضيله راني قلت لها غادي نمشي نقابل خالتي داكشي اش ما غاديش نبات في الليل هنا في الفيلا. وهذه يا سيدي هي التقضيه اللي غادي تخصنا للعرضه ديال السي الفردوسي. مشات شي ماشي بزاف البيج اللي عطاني السي الفردوسي على قد الحال. تبعيني. اش كدير؟ واش كدير؟ اسمعني الخير تبارك الله موجود هنا وغير كيضيع داكشي اللي غيعطينا السي الفردوسي غنديروه في الجيب وهادشي غادي نخدمو به. ورد داكشي البلاصه هادشي راه كيتسمى السرقه. اسمعي هيا 1000 درهم افونس والباقي حتى نعطيه لك. صافي غير خذ اللي بغيتي. راه تيقول لك السرقه كاع ما دايزه ما بين الازواج وانايا هاد العائله هادي راه بحال مزوجه بها. خذ داكشي اللي خاصك عليك. لا لا واش دعوني سير خوي خوي كلشي 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 زيد زيد راه كاين الميكاب تما لتحت. اش كديروا؟ اش كنديروا؟ كنخبلوا في الثلاجه. دابا مع الثلج داب وبدا يقطرنا على الخضره وخدناها على التقماش قلنا نحيدوها ونمسحوا عاوتاني نعاود نرجعوا داكشي كله بلاصو. وسر بي راسك انا محتاجه لك غدا. ياك لاباس شنو كاين؟ جيني الخطاب بغيتك ديري لي شي غدي تكون فعله تركه. مبروك لاله ملك الله يكمل عليك بالخير. قبل الفضيحه الملكة شكون هذا سعيد الحظ؟ ما عرفت ولكن تيعرفو مصطفى قال لي بحال نفسه. وفاش خدام؟ حتى هي ما عرفت ولكن اكيد غادي يكون توا رجل الاعمال بحال بحال مصطفى. وكيشتي دابا رجال الاعمال ما كيعرفوا غير رجال الاعمال اللي بحالهم. ولكن انا لاله ملكة دابا انت ما كتعرفي لا سميتو ولا فاش خدام يكمل يكون روشيرشي. يا لبيله واش انا باقي نفكر في شي زواج؟ انت حماقتي ولا مالك؟ انا الحمد لله يلاه لقيت حريتي كنلبس اللي بغيت وكنخرج وقت ما بغيت وندخل وقت ما بغيت وخدامه كيف بغيت اش بغيت. دابا انا هادشي كلي باش نبت الزين تاع الحامد ونطرطق ليا المراقرة. وهادي خبار زينه وبميكته ياك عرفت لكم كل شيء. يلاه وقفوا معايا وحمروا لي وجهي. كلهان يا لاله ملكه. مغياره ويلا قالوا مغياره. هيدي مصطفى حيت لي قلت لي بغينا ندوي معاك فواحد الموضوع مهم. قال لي انا جاي. هو جاي السي عبد الجليل. نعم نسولك حنا واش طلبنا هذاك المخلوق؟ ما طلبناش ما درناش حتى شي حاجه خايبه. لا صافي اخويا شوف مقطات شوف واش باغي تقتلوه بسخط الوالدين؟ واش انت كتعرفو اكثر مني؟ لا ما كيقرش في هادشي غادي يشربو ينعس يوم ينكاع وغادي يفطر. لا شرب هادشي ما غاديش ينوض اصلا. ايوا
واش انت ما بانش لك هاد التساع كامل شتك كتلصقي فيها واش حنا صايقين موطور ما فهمتش ديرونجيتك لا ما ديرونجيتينيش اش كديروا بابا ما كندير والو ولكن نهضروا انا ياك لاباس لاش بغيتوني شوفوا الا كان على الموضوع الملكه انا عارف كيفاش ناكل هذاك الطباخ كونوا هانيين ما كاين لا حبس لا والو الحبس اش من حبس لا حتى واحد ما هضر على الحبس انا بالنسبه لها صافي كتب الله وكيتصرف ما كتبتش ليا في رزقي شوف تما هذا بيجيب لك الله ما احسن منها جيب لك الناس نيت جابلو الله احسن منها خاصو غير يفتح عينيه حسن مصطفى كي داير الحمد لله الصحه لاباس جيبك ما كتعاني حتى شي مشكل تلقاها كل حب الحمد لله كتصب شي العصير لا صب شي العصير والله معروضه بالخير حلي حلي بسم الله لك ما داري في شي حاجه يا ويلي عمي مصطفى انا الشيطان شوف السي محسن راه ما كيقدر يأدي حتى شي واحد حنين ما يأدي تدبانه واش تك مازال ما تاكد ارى داك العصير ارى نشربو انا باش تاكد مالك هاد الظلم قبيح الظلم مزيانش انا نوريك ها يلا هاني شربت سيدي هاد العصير على مزوينات ما وقعت لي شي حاجه هاني غزال صحيحه لا معقول دوخ الموتور عقت بكم يا ربعة المجرمين لا لا ما تشوفش فيها انا ما كنبيعش الدواء ها هو اللي كيبيع واخا عليك المرعود باغيين تبنجوني حاسديني على جواجب ملكة غنقول لكم واحد القضية انا والله حتى غنجوج ملكة وما كاينش اسمحنا سي مصطفى من اداب ديال الصالون كيخصك ما تلبسش البيرية قلت لك هذيك ملكة والله الله اش درتي امس خوت لوالدي مالك مرهود ها هو الفاز صحيح لا 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 ما تمشيش امشي لي امشي لي ريت فوق لا تغيبانت الحمد لله مضرب بمغرفة على رجليا جيت مع الغداء نيشان صار بسم الله نسيت الحبيبة ديالي نسيت عرفتي اسمحي لي خلت العقل مصيبة وزير معايا ولا مشيش نسى الماضي والله حتى وزير معاك بالله راضي ولكن راه الماضي اولي مباشر انساني شتي هذا الماضي قريب ان شاء الله غادي يعطيكم اتساح وغتهناو منو كاع يا ربي كيفاش زعما ايوا صبر على خبيزتك كل بعدا لا توحل ليك بابا تلقيتي باسيلي فلاتينيك مزيان لاباس عليه لا بخير مبار راسو عرفتي مقابلين هيتو في هذاك الكلينيك توتا تنسيك توتا كيفاش لا بغيت نقول زعما هذاك الشومبر ديال با الحاج عرفتي تيطلع على واحد الجرده فيها لالا اش من توت واش من تفاح واش من فريز واش من حب الملوك والسوريز تبارك برا ما كاينش بصلاح الريف الله الا ضحكتوني واخا انا مخطوبه صحت الزربه عرفتي كاع ما كنتش بغيت نقولها قلت واخا انت لويا تقولها لي انا اللي بنتك ما قلتش لها والو هادي راه بحال دوك الناس اللي كيقول لك كلشي جا على غفله عرفتي شنو نقول لك زعما هادي غير الهضره ولكن ان شاء الله غدا عاد غادي تكون الخطبه رسميه لا ويا على ملكة مولات القصيصة قال لك تايا غادي تخطب وشكون هو هذا سعيد الحظ هذا اللي غيدي هذا الزين كله اللي لابسنا الغوز اليوم هو في الحقيقة رجل أعمال داوجة في الدنيا زعما رزين مع راسه إيوا بابا ماما ولات كتلعب كبيرة زربات عليك فايد كتلعب كبير وحنا كيفاش حنا؟ وأنت مالك أش دخلك؟ لا زعما حيت حنا عائلة وحدة وأنا عرفتي تنحترمها وتنحسبها بحال الوالدي عندي الله يرحمها مسكينة لا لا يحيك ولا يتمنيك راه أنا اللي ما كنتش بغيت نقول عليك خايفة عليك لا طيح بز بالقصة أنت لا ما نتفقس والو بديتي مع شكون يسلم الله يرضي عليك هذيك راه مع الغيرة اللي نزلت دايرة لك العافية بدات تكل على القريعة الحارة ديالي عبد الجليل البيرية شوف واش مشدود مزيان فاش طرق البقارة عرفت اش غادي نديرو دابا نطير غادي نمشي نحط الطوموبيل هنا نتعاونو انا وياك نهزوه حطوه في الطوموبيل انت غادي تجري به ما تحطو حتى لسوق الشطيبه في السطات اش خويا
ديت للسطيبه للحوير هنايا عليه تماك بيت ناصب عليهم باع لهم سويله في لومبالاج ديال الفخوماج حمر كل حبه ب 80 درهم غادي يشوفوه يعقلوا عليه اي كرموه ولفقني في الطريق شنو ندير اتقلب على اخدو هوبوك لسو انت وياه شربوا قهوه صلوا شي جركات وعاودوا ثاني تساروا ورجعوا وافق معايا صاحبي من يفيق لك خدمتك هذيك بنجو لا لا ما نبنجوش بيطرد قليل القلب ولا شي حاجه شوف الله يرحم لك الوالدين شوف الله ما بغيتش هبش لي ما تخافش انا راجل خالتي مشيت انا وياه عند الطبيب قال لي انت باقي لك 3 شهور وتموت الطبيب الله يرحمه مسكين مات هو باقي لحد الان كيدردق قال لك يلاه ناوي يتزوج ويدير الدار والطوموبيل صافي اجي اجي عاود شربتي اللبن لا واش هاد الصوت هذا خارج لك من كرشك اش من كرشي اجي فيبرو فيبرو ها تليفون تليفون تي فيبري ملكة ديال القليبات ثلاثة شاب مزيان غادي نغبر هاد التليفون باش حتى هو ما يلقاش باش يعيط لها اجي 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 خويا فين غادي فين غادي نمشي نجيب الكونتاكت باش نهزو الراجل من الصباح ممكن نشرح لك نمشي معاك راه البيت نعاس لا نمشي معاك اخويا ما تخلينيش راجل جودة لا صافي مشي يلا اجي اجي هادي ديال الفريميجا حتى كردا ما قادر يزيرها المرخي الاخر كتقلب على راجل خالتي من تحت المخده بغيتي نفهم واش ربطنا هنا ولا ليه واش بنادم سخفان ما عرفتيش تربط لي يديه خويا انا فارماسيان فهمتي انا فارماسيان انا ماشي كنبيع ولا كنعرف نربطهم انا الناس اربطو انت لا حول ولا قوه الا بالله راجل مفلق هربان ليلى هو الزيت راه لقيتو صافي مزيان وجيب معاك سكين جبير عندك تنسى عليا واخ غنجيب لك ماء حتى اللي فروي ما تعرفي تبغي تصاوب بهم شي سلطه فروي ولا شي حاجه راه كيبقى غير تشمش هنايا قلتي لي سكين جبير فين كاين هاد تلقاه في الطاجره الاولى على يدك دليصر ها هو لقيتو قولي لي غتحتاجي حتى السلوفان جيبو جيبو كلشي ينفع وما تنساش ليا البوطه راه سالت ليهم البوطه البوطه كريم خليك معايا ما تقطعش انا راجعه زيد حبيبه زيدي زيدي نشرب غير قهوه ونمشي زيد اي كريم غادي نولي نجيب هذيك البوطه اللي لهذا البوطه بوطه دابا لقيتها عمرها غندير خويا لا خاوي غندير انا عمرها صافي واخا حبيبه الله يخليك ليا الا ما صاوب لي شي قهوه كحلا تكون زوينه حيت هذاك السي الفردوسي غادي يمشي غادي يبدا تيعاود لي ديك الحكايه ديالو كيفاش قبضت الدكتوره وكيفاش غادي يبدا يعاود لي من بدا القرايه من التحضير هي الاولى حبيبه ديالي جاتك شكرا سيد الحاج على حتى انتم معروضين عند السي الفردوسي اييه كاين شي مشكل على ما فخباركش لا الحفله راه تلغات علاش خالته مسكينه ماتت الله 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 عتا شي ما يجيك مليح كيبان لي بلا ما نشريو هذاك لو كادو نمشيو نيشان نعزيوهم ايه هي الفنون الجميله ديالي نمشيو نعزيوهم احسن السي الفردوسي راه غتلقاه شي طريق راه هذيك خالته مات في زاكوره والله الا العائله الفردوسي لا كيتهلاو مش بحال دوك التريكه ديال بولفاف هو على الهواء نطير وننزل على قلبهم ما يقولوش لك حتى الله يرحم الوالدين شوف قديما جيب لي بحال هاد البريكولات كريم راك نسيتي ما هزيتي الفروي كامل نسيتي لي الكيوي جيبوه معاك راه غتلقى في البانيو ديال الثلاجه الفوق صافي كريم الو الو يا كاسلي حفانه ها هادو هما فعايلك هادو وي يا قلتي لي غادا باش تمشي تقابلي عمتك مريضه دابا وليتي خدامه عند عائله الفردوسي وبلا خبرنا والله الا بقات فيك ويلي 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 مدام فضيله قطعت ما عندي ما نساك والله ما عندي ما نساك هاد السيد الفردوسي داير الحفله عنده بالرزقي ومن الثلاجه عندي راك عزيز مره كنديروا هذا الشيء انا وليلى سيد الحاج دابا كيف بغيت نشرح لك انا دابا عندك ما تشرح لي شوف عندك 10 ايام ديال ميزابي وهذه قراءه الفنجان حتى هي غادي نحيد لها 1000 درهم من الصالير ديالها ويومين ديال الميزابي ويومين ديال الميزابي الفنون الجميله يلا نمشيو ناكلوا رزقنا عند السي الفردوسي الله يجازيه بخير ها هو خصنا الكار حنا نحنا الشيف
يلا زعما ما تدفع انا وياك غيجيبو شي فور كما في باري ما نستيش باش يجيني الناس وانا عندي واد ام ربيع بالخلعه في كرشي سميره ايوا سميره داك البنج اللي عطيتها ما غادي تفيق مع عبد الله والسيمانه الجايه المهم امسح كثير كنمسح لي فوتو ديالي انا ومها صافي اخويا سالينا سي فيني واقيلا شوف راه مزيانه من الخير راه ربي واقيلا مكتب لك هاد البنت وكاينه سميره الله يعمرها دار وكتبغيك اش بغيتي انا بسميره حياتي كامله نكملها معاها وهي كتعيط لي بالسي محسن وشنو فيها شحال من واحد كيبغي مرته تقول ليه سي فلان بحال سي سيد راه كتحترمك لا لا انا بغيت نتزوج بمراه ما تبقاش تحترمني بغينا نديرو وليدات نديرو عائله شاب الاحترام للوليدات ما بان عيط لها داك المفروح ديال مصطفى فين نعيط ليه التليفون وراه عندي ما عرفناه حتى فين بعيد انا فكرت مزيان ولقيت واجب عليا نعاونك انت تعاونيني فاش عول عليا هذيك الجوجه الملاوطه ديال الملك مصطفى ما تكملش ناري 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 حتى دي ام ولا الارض درتي هذه القضيه كنوعدك غادي نعطيك باك افي حياتك كامله ديال الكول وبوماده صفراء ودجينه والعطور الحمر وفاس موس برادرا كلشي صافي صافي مالينا طاري عليك سيده بزنس از بزنس شات الاسلوب كتهضري به مع ولادك شنو هي بزنس از بزنس شحال تعطيني لا التخربيق اللي كديري فيه انت دابا 60 حتى 61 عام وشحال تعطيني في هاد البيعه والشري انا راه بالدرهم كنتفاهم غادي تضربينا شنو هي شحال تعطيني واش الاسلوب كان غير العقل تختار اسلوب نقي 1000 درهم 2000 3000 درهم غير فكينا حنا مزوقين فيك ماشي مشكل ماشي مشكل شوف الفلوس كيمشيو كيجيو واش انت بغيتي معها ولا بغيتي الاحترام 3000 درهم انا معاكم لا في الله يسخر واري داك الراس البوسه امونا الارض ميزي الا بغيتي تفوز 1000 درهم انا هنا ميشيون خدامه خممتي 2000 درهم بونوي واش كيفاش كتمشى مومياء فقط تشرب وترجع مرحبا بكم جلسي 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 يا ماما تبارك الله على ولدي بحال امك مبروك على الملكة وان شاء الله تكون اخر الاحزان والهموم ان شاء الله لا لا بغا تقول لك الله يتبركم على زعما الله يفرحكم ويكمل كل شيء بخير غير خان هذا التعبير كيخون هذا التعبير مره مره انا ملي كيخوني التعبير كنديه عند العدوله نسلط كتقتل بالضحك قولي ابو حسين واش انت باباك تيعرف هادشي اللي جاي يخدم ماما تقريبا غادي يكون صاحبه بزاف غادي يكون فوتوكوبي ديالو بحالو بونجور اهلا انا مصطفى لاباس الحمد لله فين هو السيد علاش سديتي عليه الباب نقول لك علاش شديت انا الباب لالا ملكة غنجيك الصراحة ونجيك نيشان اه الخطيب هو كمل لالا ملكة الخطيب زوجاته امه الصباح بكري انا كنت مازال ناعس والله ما سقط الاخبار حصول السلام عليكم وعليكم السلام سل على المكاتب لاله ملكه حميد غادي يشمت فيا لا ما يشمتش فيك ما يشمتش فيك والله ما يشمت فيك انا كاع نوصلها لجدي كاع للسبيطار اش كاع اش خسروا كاع انت غادي تقولي لي صافي خليني نمشي نقولها للباسي ديال نقولها للباسي ديال ماما والله انيسه ميمي انيسه مازال كاينين الخطاب عطاهم الله والرجال اللي مسكينه بقات فيا كتبكي بروك لينا خويا محسن بروك الحمد لله على سلامتنا ارتحيت بغيتينا ماما كي درتي ليها انا ما فهمتش شنو جبتي من تحت هذاك الكمام ديالك هادي النمره ديال فاطمه مرات المصطفى ناري 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 فكره زوينه فكره شكون فاطمه مرات المصطفى هادي مرات وطلقها شحال هادي 4 سنين وهربان لها بالنفقه هاديك انا شاده لي على دوير الزمان
فين ما بيقول بنفسي بيعه وشريه كنجبدها ليه. كنقول لي شوف انا راه غنعيط لفاطمه ونقول لها انت فين والحب فين. سيدة امنا الارض سيري انا الله يرحم لك الوالدين جوج المرات في النهار طريتمو مدى الحياه. ترى لي محسن داك الفخوماج اللي هنا حدايا وانت حطيتي بحالي ديالك. شكون محسن؟ بادون عاودي لاخي بليك ما عرفت سميتو. بخير راه علاش كيطويا بلا مي ما سمعني انجمه ما تقوليش برضو قولي فاطمه قولي فاطمه لا مرات المصطفى راهي اشرحها ليا لا انا كاتبين مرات المصطفى تقول مرات المصطفى يلا سير يلا قمتوا يلا كلشي على بال.